السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ كالعادة نصلي كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا أروى من سوق هراس، ما نطولش عليكم بزاف، نبدأ لكم حكايتي مباشرة واش صرا فيها. قصتي تبدأ مع واحد اسمه أيمن، هو شباب بزاف، أنا عندي 17 سنة هذاك الوقت وهو عنده 19. كان لعب نتاع صغار صح، ما كناش نفهمه في الحب وحوايج كيما هكذا، مي بصح صدقوني أنا حبيته بزاف، وكان من عائلة ميسورة وما كنتش نعرف في هذاك الوقت يعني الملاقات وصوالح الحرام اللي راهم في بالكم. كانت علاقتي معاه بريئة، غير متاقة للتاقة كيما يقولوا ناس بكري. وهذاك الوقت تانيك ما كانش كاين تليفون اصلا. كبرت انا شويه وقعد هذا الحب نتاعنا في فتره المراهقه زاد كتر وكتر، ولات ماما تقتلني منين تشوفني خارجه تقول لي اسمعي عندك خوتك وباباك راجل راكي حابه تبخصي بهم، وانا نشوف فيها ونقولها يا ماما ولا غير نحب ونموت عليها وحب يتزوج بيا. وقيله تعرفوا ما تخليليش، وقالت لي بلي هذا ما راهوش لعب ذراري، وزيد لو كان راهو حبك وناوي فيك يخبر باباه ويجي يتكلم مع باباك، الشي هذا ما هوش حرام ولا عيب. ماما انا وراني تزوجت في عمر صغير واش فيها. ايمن كان يسكن في نفس المنطقه نتاعي بصح ما كناش جيران، شويه بعاد على بعضنا. واحد النهار كنت رحت وشفته غير من البعيد، لانه هو قدام من مره يجي على حومتي وانا ينطل من البالكون نخزر فيه. هذيك الخطره كان شافني فيها خويا تلاقيت معاها في بلاصه بعيده واحد الصطاد كان فارغ ومهجور باش يعني يقول لي راني حاب نتزوج بيك وكلام كيما هكذا. وكانت هذيك الخطره اول مره نتلاقى معاه وجها لوجه ونتكلم معاه، وتما انا وليت نرعش وحدي وحدي وما عرفتش واش بيا. وليت للدار ونلقى الطريح من عند بابا تستنى فيا، صدقوني رفدني حية وطلقني ميتة وقال لي بلي انتيا بس ما تعرفي هذا البيت. ونسيت باش نخبركم بلي كنت انا البنت الوحيدة في دارنا، ما عنديش خياتي لكن عندي خوتي ذكورة، داروا فيا اللي ما يندارش. ومن هذاك النهار ماما كانت حرمتني من الدراسة وقالت لي ردي بالك تزيدي تخرجي تقعدي هنا للبالي والنشاف. انا يصبرت وبحكم الشي اللي كنت عملته ماشي حاجه كبيره ولا، بصح هكداك وحسيت بالكلام نتاع بابا كي قال لي انا راني نتعب عليكم نجيب لكم اللقمه من طرف الدنيا وانتي راكي تعملي كيما هكذا. وزاد عقب على يما وعطى لها حتى هي طريحه وقال لها من اليوم وروح زيدي نشوفها خرجت برا نبدا بك انتي. ومن هذاك النهار هو انا قعدت في البيت للاشغال المنزليه والماكله. واحد النهار كان دخل علينا رمضان، هما ما قالت لي قلك هاد العام تتعلمي الطياب خلاص راكي تقريب تدخلي للعشرين سنه واش قعد لك. شفت فيها قلت لها مازالني صغيره تعيشي ماما عاودي حلي بابا باش يخليني نروح نقرا، ما تحملتش نقعد في الدار. هي شويه هكذا قالت لي غير القرايه اللي ما تزيديش تعاودي تهضري لي عليها، باباك راه يقول حطيتي له نيفو في الارض على بالك بلي راهم يتغامزوا ويتهضروا عليه في القهاوي بسببك انتي. لهم نموت تكوني بنت ناس وبنت فاميليا والراجل كيكون يحبك يجي ليك للدار. جوزت فتره صعيبه وكي لحقت لسن 22 سنه هاد الانسان كان جا خطبني جاب يماه وباباه بدون سابق انذار. انا ما درتش في حسابي كامل وكنت قدام من مره نطلب البالكون بصح ما نشوفوش جايز من تما ابدا. العائله نتاع ايمن كانوا يبان عليهم بالوراقيين، مام عجوزتي كانت مراه هايله بصح تبان قبيحه شويه، لانه اول مره كانت قعدت فوق هذاك الفوتين تاعنا سقستني واش نعرف نطيب وقالت لي بلي حنا المراه اللي ما تعرفش تدير كلش ما نشرحين نخطب بوها. شويه هكذاك وانت تنطق ماما قالت لها ما تقلقيش كاع بنتي كل اسبوع بصنعة تعرف كل حاجه. خزرت وقالت لي كملتي قرايتك ولا لا؟ قلت لها لا لا مازال. المهم هي كانت تسقسي بزاف وتبان بلي نقراشه، فوت هذيك المرحله نتاع الخطوبه وانا ما راني نحكي معاه ما والو، حتى وين بابا راح تكلم معاه وقال له لازم عليك تزرب في الاجراءات نتاع الزواج، حنايا ما نقبلوش البنت تقعد عندنا بزاف. ايمن من هذاك النهار كان خدا هذيك الفكره باللي والدي راهم حابين يرموني، ووليت نخلص بسبب هذا الكلام كامل اللي قالوا بابا لايمن. تزوجت انا وياه وفوتنا اليامات والشهور الاولين ملاح وكانوا هايلين، حتى هو كان يبغيني ويديني نحوز وكان راجل فحشوش ويدو ماشي ليه. المهم هو ما كانش كبير عليا بزاف
وكنا متفاهمين تقريبا، كنا في نفس الاعمار. عجوزتي واحد الخطره خزرت فيا وقالت لي باللي حبيت نسقسيك كيفاش تعرفتي عليه. قلت لها انا والله ما نعرفه ولا تكلمت معاه، هو شافني عجبته وجا خطبني. قعدوا ينبشوا ويسقسوا حتى خطره ايمن كان معنا وقال لها باللي انا يا مرتي نحبها ونموت عليها، وانا اللي خطبتها وقدام من مره راني عاسها وشايفها باللي من الدار ما تخرجش. يما بقات غير تضحك علينا وقالتنا تحسبوني جايحة وناكل من وذنية، راحت وخلاتنا. بعد مرور عام من زواجي أنا وياه ربي مرزقناش بالدرية، ولاو المشاكل ما بيني وبينه، وهو يقول لي على أتفه مشكل يجبد لي والدي بلي أنا رماوني وما شرطتو ليش وما درتو ليش. أنا كنت مساعداته ونعرف ظروفه المادية، أصلا هو كان مسكنني مع جوزتي. قلت باللي السيد باين باللي زوالي وعلاش لا كي نساعدو الانسان كيما هكذا، هو تاني كراو رايح يقوم بيا ويكون في حل معايا. بصح كنت غلطه بزاف بزاف في حساباتي، لانه بعد مده قليله من وراها راجلي تحسنت اوضاعه الماديه بحكم كانت خل مع اخوه شريك وداروا مشروع والحمد لله. بصح السيد وليت ما نشوفش الدور نتاعو، صح هو يجيب كامل المتطلبات وكي خصني حاجه شامبو ولا كوزميتيك نقولو عليهم يديني ونشري ما ملقش. بصح كي نروح لدارنا يحرمني، هو يقول لي روحي لبابا كيصرف عليك، انا ما نمدلكش دراهم وتصرفيهم في داركم. انا ولا يغيظني بزاف الحال، لانه كي نروح للدار ماما تديني للمارشيات خطرات وتقول لي ندورو انا وياك وننحشم، شحال تعيا ماما وبابا يمدوا لي دراهم. نروح لكم لعائله زوجي، كانوا عندي زوج الواساتي متزوجات وكبار شويه في العمر، اما الواسي الرجاله كانوا عندي خمسه الله يبارك، زوجي يسكنوا خارج الوطن وزوجي يسكنوا معانا في دار جوزتي، وحتى هما في زوج متزوجين وراجلي الخامس. المهم انا في الاول ما حبيتش كامل نداصر هذوك سلافاتي بحكم كنا كامل دار وحده وكوزينه وحده. عجوزتي كانت قالت لنا اللي تحب تدير دارها وحدها راجلها يقرفط على ذراعته ويبني الفوق، وحنا كنا ساكنين غير لتحت والدار ماشي مديوره في بريمير ايطاج، لهذا كامل كنا في الدوكس تماك، وكانت الله يبارك فيلا كبيره. انا وراجلي ولاو يصراو بزاف مشاكل، وقلت له كان راني رايحه ندير داري وحدي بالك نتهنى، لهذا كنت اقترحت عليه هاد الفكره وقلت له انت اصلا راك تقول راني بيان وحالتي الماديه تحسنت، علاش ما نروحوش نبنو فوق يماك وباباك ونسكنو. خزر وقال لي ايه انت واقيله عم بتلك البنيه نساهن، على بالكي باللي الداله باش نديرها يليق لك 100 مليون يكونوا تحتك. خزرت وقلت له بوه زعما صح، انا ما كنتش نعرف صوالح بزاف على الدراهم والبنيان. مي عجوزتي كانت سامحت له وقالت لي عنده دراهم ولا اي حاجه يروح. شفت فيه وقلت له مالا نقول لك حاجه، انت يا راك تقول عندي شويه دراهم بصح ماشي لاحقين للمية، لكن انا الا زدت بحث ذهبي اكيد راهم رايحين يلحقوا. واش قلت فيها؟ حسيتو باللي جبد روحو وما حبش. من بعد رحت حكمت سلفتي لاول مره وجامي كنت نداصرهم في هاد الصوالح، لكن تحتمت عليا الامر باش نروح ونهضر معاها، وكنت قلت لها واش رايك لو كان نبنوا الفوق انا وياك نتشاركوا يعني، وراهي رايحه تجينا الحاله سهله، من بعد نقسمو نص انتي تديه وانا يا نص، وتحبي تخرجي بابك وحدك ولا نديرو باب وحدنا. العجوزة وراهي سامحتنا، شافت وقالت لي والله لا هاد الفكرة راهي في بالي من داش حال، بصح راجلي ما عندوش دراهم بزاف. قلت لها ايه ماما انا راجلي ما عندوش وراني راح نبيع ذهبي، بصح لو كان نديرو اليد في اليد رانا رايحين نقدروا نكملوها. وبقات غير تخمم مام هي راح جابت كاع الذهب اللي عندها، راحت باعته وانا نفس الشيء. تشاركنا وبدينا في البنيان نتاعنا الفوق، الحمد لله بنيناها بالطبع والشان. انا جازو عامين ونص على زواجي مع راجلي كالعاده بدون اطفال، وسلفتي هذه كان عندها ولد واحد. بنينا الفوق وكان بزاف هايل، حتى عجوزتي نهار شافتنا هكذاك وكملنا قالت لنا والله لا فرحت لكم من قلبي، وانا جامي نحرم العروسه من دارها ولا راجلها دار لها بصحته. حتى شيخي كان هو نفسه يعني دار كيما هاك وفرحنا، ومرات كانوا يجوا يزورونا يفطروا يتغداو معانا الى اخره. الحمد لله علاقتي مع عجوزتي كانت تحسنت بعد ما كانوا شويه نقاشات ومشاكل في دارها بسبب الدكس والكوزينه والشغل نتاع الدار. استقريت وحدي مع سلفتي اللي كنا ايطاج،
كامل ومكمل وحدنا، لكن كل واحد عنده خرجته وحده، ما نتلاقاوش كامل كيف كيف. وكما قلت لكم الدار كانت واسعه وكبيره، انا صحت لي زوج شنابر وصالون وكوزينه، وكان عندي واحد الكولوار هكذا رقيق باش ندخل به الشنابر نتاوعي. انا بديت بالعقل، وراكم على بالكم باللي بعد ذهبي الوغ نروح دائما لماما وبابا ويعطوني كل خطره كيفاش، وهو كي كنت نقصدو ما كانش يبخلني بحكم كان يشوف باللي راني نشري المواعين للدار. حتى جا هذاك النهار اللي شفت راجلي تكلم مع سلفتي برا عند الباب. انا استغربت بزاف من ايمن كي تكلم مع سلفتي، قلت مستحيل الراجل هذا من وقتاش يهضر معاها، او زيد باينه بلي كاينه حاجه. العشيه هذيك كنت طيبت شويه بغرير وديت لها حبيبه دخل طبسي، عسلتهم الله الله، وقلت لها جيت نطلع عليك، انا قلت بالك كي مريضه ولا شفت خبرك ما باش، وقلت لها كيما هكذاك بالعاني. من بعد هي قالت لي لا لا راني مليحه، قلت لها صار معليش المهم جبت لك باش تستقهوي انت وراجلك وولدك. قالت لي كتر خيرك ويعطيك الصحه. وقبل ما نخرج كنت قلت لها شفت ايمن الصبح هضر معاك غير الخير، كش ما احتجتي ولا؟ قالت لي والله ما لا 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 ما احتجت والو. المهم حسيت من كلامها باللي تعقنت وكاينه حاجه، توسوست من ردة فعلها، رحت لداري وقعد الشيطان يوسوس لي. درت في بالي باللي راجلي عنده علاقه مع سلفتي وكاش ما راهم بيناتهم، وهاد الحاجة اللي خلاتها ردة الفعل نتاعها تكون كيما هكاك، يا جدكم لونها تخطف. وليت كل يوم نفكر وكثرت عليه العصا، كل ما يخرج من الباب نقعد نطل من العين السحرية ونشوف وين راهو لاحق، بصح ما كاين والو، يخرج ويروح مباشرة للعمل نتاعو. وليت خطرات نروح للهاتف نتاعو ونراقب ارقام الهواتف اللي يكونوا جداد، وخطرات كنت نديلو نوامر ونعيط ونسمع الى صوت امراه ولا صوت راجل، لكن ما صبت والو كامل رجال. وتما كانت تنحات كاع هاد الفكره من راسي. فاتوا يامات وسمعنا باللي سلفتي هذه توفات يماها ربي يرحمها، وكما اي عائله لازم علينا نروحوا نعظموا الاجر ونديروا الواجب نتاعنا. راجلي خزر فيا وقال لي مازال كي قاعده هنا؟ قلت له علاش راني قاعده؟ قال لي سلفتك يمها ماتت وانت كي مقابلتني. وراجلي قعد يرعش وحده وحده، وقال لي بلي يما وخياتي مزوجات بديورهم وكامل راحوا يديروا الواجب وانت راكي قاعده هنا. خزرت وقلت له يا اخي على بالك بلي ما عندي لا طوموبيل ما راني نخرج وحدي، راني نستنى فيك انت يا عشيه تجي تديني، وراني سامعه بلي يمها توفات. شاف فيا وقال لي يا الله يلا واش دير روحك. رحت عزيت سلفتي اللي كانت يماها متوفيه وحالتها حاله مسكينه، وجهها صفر وماشي قادره مام با ترفد راسها، وولدها هذاك يتلوح من جهه لجهه. عاودت وليت لداري في نفس النهار، صبت راجلي قاعد وقال لي درتي الواجب نتاعك؟ قلت له ايه انا درت الواجب، بصح راني نشوف فيك انت متكسل، علاش ما رحتش مع الرجاله وتدفنوا المخلوقه؟ خزر قال لي يا اخي ماشي اليوم الدفينه. بعد قلت له علاش ماشي اليوم؟ قال لي ما همش راحين يدفنوها اليوم، وقيلا غدوه ولا غير غدوه، لازم يستناو ثلاثه خياتها وخوها واحد اللي راهم يسكنوا خارج الوطن باش يجوا يشوفوها. المهم انا تماك مخي خدم وقلت السيد وين يعرف خياتها وخاوتها اللي يسكنوا اير دزاير؟ هذا منين جاب هذه المعلومه؟ انا وما كنتش عرفتها. هي صح كانت تقول خاوتي خياتي، بصح اصلا مانيش حاسبه شحال عندها اللي يسكنوا خارج الوطن. هذه زادت دخلت لي الشك اكثر واكثر، وبحكم انا ما كانوش عندي دراري يعني عندي غير السي ايمن دايراتو في راسي. من هذاك النهار وليت ما نرقدش الليل نفكر كيفاش هذا الكلام راهو يجيب لي فيه راجلي، وعلاش تكلم معاها واحد الخطره عند الباب تاع برا وكانوا وحدهم. افكار سلبيه والشيطان قاعد يزين لي فيهم. المهم زادت جازت مده وسلفتي عاودت ولات لدارها، ومن مراقبتي الشديده زدت شفت راجلي تكلم معاها تقريبا 5 مرات برا عند الباب، وثم قعدت نحسب له كل خطرة. هذه جات هذه راحت، حتى جا هذاك النهار اللي رحت فيه لدارنا وقعدت نبكي ونشتكي لماما ونقول لها راني متأكدة باللي أيمن راهو يخون فيا مع سلفتي، يا ماما قولي لي واش ندير. شدت لي من يديا قالت لي كي حابة تخربي دارك تعاودي تولي لهنا مطلقة، وزيد غدوة من غدوة دوكا يجوك الدراري وراكي راح تنسي كامل هذا الراجل، سواء يخدعك ولا ما يخدعكش خليك منه.
المهم نروح نتوما وشدوا لي على قلبي. عانيت بزاف بزاف مع هذا الراجل. اول حاجه من المعامله السيئه نتاعو اللي كانت جافيه بزاف وما يعاملنيش كاي زوجه، مع انه ما كانوش عندنا الاولاد وانا كنت متهليه في روحي. والله ما وصفت لكمش روحي وما حبيتش نشكر روحي بزاف. نقول لكم انا زينه وشابه وفيا كاع المواصفات اللي يتمناهم اي رجل، وما كنت مقصره معاه في حتى حاجه. بالعكس هذوك المشاكل والنقاشات اللي صراو ما بينسا دائما ما نحبش نوصلهم له هكذا باش يقعد هذاك الود ما بيني وبينه وما يدخلوش مشاكل يغموا لنا قلوبنا. بصح رجلي ما كانش يفهم كاع هاد الحوايج. واحد الخطره كنت حكمت التليفون نتاعو وتما لقيت الكارثه الحقيقيه. راجلي راهو يخون فيا، بصح ما تاكدتش شكون هي المراه بالذات. وشكوكي كنت تاكدت منهم في عرس لوسي اللي كان يسكن خارج الوطن. بعد ما عيط ليماه وباباه وقال لهم بلي راني هابط للبلاد باش نتزوج وندير الدار وكاع. هو كان لابس به وعنده دراهم. يما قالت له مرحبا بك. ونهار العرس باش نختصر لكم القصه، تما شفت صراو ما بين سلفتي وما بين راجلي اللي خلاني نثبت ونتاكد بلي كاينه حاجه ما بينه وبينها. خاصه منين شفتها هي تلبس واحد اللباس شويه فاضح وما ديرش خمار وتروح تديلو السنيوه نتاع الجو نتاع الماكله وتقولو هاك باش تسربي برا للرجال. وكانوا كاينين دراري صغار متكلفين بهذه الحاجه، لكن هي كانت تدير فيها بالعاني باش تستعرض روحها قدامه في العرس نتاع لوسي. وتانيك العرس هذا كان صرا بمده طويله مور ما ماتت يماها. انا برك راني نختصر لكم في القصه باش ما تجينيش طويله. مهم قعدت عايشه في هاد السنوات المعاناه مع زوجي، وتانيك الشكوك اللي ما حبوش يخطوني كل ما نحاول ننسى يجوا اشارات بزاف ويبينوا لي هاد الحوايج. مور ما فات هاد العرس رحت لعند عجوزتي وصارحتها حكيت لها كل شيء. قالت لي انا ما تدخلينيش في هاد الحوايج يا بنتي، وزيد الحاجه اللي تخص الشرف عمرك ولا تتهمي بها انسان اخر. قلت لها لا انا مانيش نتهم، بصح راني نخبرك انت لانك يماه وراكي تعرفيه مليح. الا كان في هاد الفيس نتاع نسا وكاع احكي لي. شفت فيا وقالت لي ها انت خيرتيه وتزوجتيه ودركا جيتي لعندي. والمهم حبيت نقول لك حاجه، الدار هذيك مادام خيرتيها باش تبنيها مع سلفتك ربي يسهل عليكم، انا خلوني بعيده على الحكايه. بصح انا ما قدرتش نخليها بعيده. بعد ما جاوا الواساتي اللي متزوجات وليت حتى هما نحكي لهم. بصح راكم تعرفوا هضره النساء غير فارغه وما فيها حتى صلاح وما راهمش رايحين يفيدوني باي شيء. المشكل في ماما، كنت كل ما نروح ليها ونشتكي لها تقول لي الغربال يدور يدور ويعاودي ولي لمولاه، هو الراجل اللي خدعك مرة زوج ثلاثة ما تخافيش غير دارو اللي راهو رايح يعاودي يولي ليها. ومادام خيرك انت في وسط النساء كاع كونك هانية، هاني انا قدامك. صبرت على باباك قده من خطرة وشحال من خديعة جازت عليا، بصح راني صابرة وراني جبتكم وراكم نساء ورجال. اخزرت وقلت لها ايه يا يما على حسب الشوفة، راي عندك غير طفلة وحدة وما راكيش مدعمتها. قالت لي ولي لدارك وسكتي، حنايا هاد الطلاق قاعتينا مزديش تذكريهولي. وانا كنت مصممه على هاد الحاجه. عاودت وليت لداري وكنت فتحت لاول مره الموضوع مع راجلي وقلت له يا واحد الخاين يا واحد الخداع، وزيد راك تخدع فيا مع سلفتي مرت خوك ما تستحيش على عرضك. هو شاف فيا ونهال عليا بالضرب لانه كنت صارحته بحقيقه مره، وقعد يتهم فيا باللي انا راني حابه ندنس الشرف تاع العائله كامل ونرجعو تيكي حمر في وسط الفاميليا. وقال لي ما تحشميش، المهم كلام من هاد القبيل. اخرج وخلاني هكداك نبكي فوق البنك وقاعده ندمان على الدقيقه اللي تزوجت معاه. ومن كلامه هذا كامل كنت استنتجت باللي صح ما راهيش كاينه علاقه ما بينه وبين سلفتي، ممكن مرا وحده اخرى راهو يخون فيا معاها. وانا يا الاخبر سلفتي بعد ايام قليله نسمع دواس كبير في دارها، ولدها غير العياط نتاعو يتسمع حتى لتحتها. ابط نجري عند عجوزتي، حشمت نروح ونطبطب، كان غير هو وياها وراجلي ما كانش في الدار. قلت لعجوزتي رواحي راهو دواس كبير يبحينك يقعد يقتلها ولا. خزرت وقالت لي ايه انتو ما ننسى شكون يطيق لكم، بعدي عليا وما تزيديش تدخليني قلت لك في اموراتكم. ما وتما كنت تاكدت باللي عجوزتي راهي فايقه لكل شيء، بصح ما حبتش تتكلم ولا يعني دخل روحها باش تقعد تبان هي وبناتها مليحه وولادها ما راهمش رايحين يحقدوا عليها. وانا طالعه في الدروج حتى نتلاقى بلوسي هابط
وعينيه خارجين، كانوا حمورة وكان يبان مقلق بزاف، وشد على يديه ومحبص عليهم. ولدو يكركر فيه من جهة لجهة. من بعد خزر وقال لي وين راه راجلك؟ قلت له ما على باليش، هو خدام. من بعد قال لي بعدي من الطريق، وحسيتو بلي منربي وجام يتكلم معايا كيما هكداك. انا رحت نجري عند سلفتي باش نشوفها كيفاش كانت. صدقوني كانوا دموماتها في الارض يشرشروا، فتحها من راسها لانه كان ضربها بواحد الريزيستانس تاع السخين محطوط في الشامبره نتاعهم، قلعوا من لابريز وتيراها عليها، والحديده كانت جرحتها في جبهتها حتى للتحت. وقعدت تبكي وتقول لي اسمحي لي يا اختي اسمحي لي، انا خاطيني. ما فهمت والو من كلامها، وقعدت نونس ونصبر فيها ونقول لها تعيشي خبريني واش راهو كاين غير كلمه، وما تقلقيش انا راني كي شغل اختك. هي ما بغاتش تتكلم اصلا. رحت نجري للبالكون اللي كان يطل على جوستي لتحتها، صبت راجلها نوض الطوموبيل وراح. اما الولد الصغير كان يبكي لتحت عند عجوزتي، قالت لي جيبي لي البورطابل نتاعي، جبتو لها وحطيته قدامها. عيطت لباباها وقالت له دوك تجي تديني، دركا راهو رايح يقتلني راجلي. من بعد انا تاكدت باللي الحاله ما راهيش سهله وراهو مشكل كبير وما يليقليش نتدخل فيه. رحت نجري لداري، غلقت الباب ورفدت التليفون باش نعيط لزوجي باش نحكي له واش صرا. بصح السي ايمن كانت عيطت له لاله مولاتي وخبراته بالحكايه كامله. جواه 5:30 جا للدار، ولوسي ما كانش تماك اكيد لانه عارف بلي راهي رايحه تخلص عليه كحله مع اخوه. دخل وقعد يلم في حويجاته. قلت له واش راح دير؟ قال لي صبت خدمه بعيده على الدار وراني رايح نسافر تما. قلت له تعيش ما تخلينيش وحدي، تعيش. بقيت نحاول فيهم ونشدو من يده وهو يقول لي لا يليق لي نروح. من بعد تما كنت فهمت كل شيء بعد ما هبطت عند عجوزتي وخبرتني باللي وليدها الثاني صاب مرته في علاقة مع اخوه، وقعد يحلف فيه وقال لو كان يدخل للدار رايح نقتله، وراجلي خارج برا حتى تلاقى مع اخوه. المهم صارت كبيرة وتداوسوا وتشبكوا بالايادي حتى فكوهم الجيران تما، وراجلي كان ضرب خوه بحجرة كبيرة ليدو فتحها له كومبلي حتى خيطوه 9 غرزات. صراحة ما راكمش رايحين تقدروا تتصوروا كامل وش كان صرا. بعد ما جازت هذيك المجزرة اللي عمري ولا استنيتها، عجوزتي ولات تتهم فيا بلي انا السبب. من بعد قلت لها علاش انا السبة؟ علاش راكم تتهموا فيا؟ قلت لها لا انا اصلا ما على باليش وش كاين. قالت لي بلي انتم راكم دايرين بلي هي عندها علاقه معاه، بصح هي لا بوها راه مريض وراجلك راهو يشوف لها في المعارف داخل سبيطارات، وعلى هذا راكم تشوفوهم مره على مره يتكلموا مع بعضهم. انا ما بغيتش نعمر راسي بزاف وقلت لها الشهاده اصرا ما بيناتهم يفروها ما بيناتهم، حتى انا خلوني بعيده على الحكايه. طلعت نجري لداري وانا نبكي، وهذاك الطفل صغير ما بغاش يسكت، وعجوزتي ما حبتش تمدهولها. بعد ما جا باباها داها واتهمهم كامل باشياء ماشي ملاح وقعد يسب ويعاير فيهم، نوضوا الطوموبيل وراحوا. ومن هذاك النهار ما زدت شفت سلفتي ابدا. راجلها كان طلقها وبعت لها الاوراق حتى لدارهم، وقال لها الولد هذا راني رايح انا اللي نديه، وهو كانوا عنده بزاف ادله حطهم في دار الشرع باش يكون عنده الحق في الحضانة. فاتت هذيك المدة وتنسات شوية الحكاية، وانا قعدت نستنى في راجلي وقتاش يجي، وكان كل يوم يعيط لي ويقول لي بلي مانيش راح نعاود نولي سايل هذيك الدار. قلت له بصح علاش؟ انت راك تقول راني بريء، حاود ولي وثبت براءتك قدام قاع الدنيا. وهو خطرات يقعد ويبكي، وانا وليت نامنه ونضعف بزاف قدامه، وبحكم هو راجلي اللي نحبه ويحبني ما قدرتش نتصور بلي راهو يخون فيا مع سلفتي. وقال لي حبيت نستعرف لك بحاجه، صح انا كنت ندير علاقات في الفيسبوك منا ومنا، بصح غير هذيك المره اللي مستحيل اني ندير كاش حاجه معاها، وش بيك هذا؟ راهي الشرف نتاعي. خزرت وامنت وليت نسيت الحكايه نتاع الخيانه، وما حبيتش نروح نزيد نحكم مع جوزتي وكاع لانهم يقعدوا غير يكذبوا عليا وما يعطونيش الرسمي. رحت لدارنا وماما قالت لي عاودي ولي دارك تستر عارك، راكي رايحه تبقاي تم حتى يعاودي ولي راجلك ويشوف لك كاش حل. بصح المشكل راجلي ما شاف ليش حل، راجلي جاب لي الذره. بعد مدة قليلة عيط لي وقعد يبكي ويطلب في السماح، وقال لي ما رانيش نرقد الليل. قلت له علاش ماكش ترقد؟ غير الخير وش كاين؟ توحشتني.
قال لي لا ماشي على هذيك، انا راني تزوجت بمراه واحده اخرى اللي لازم عليا نسترها. انا وليت كل مهبوله ما تقبلتش حاجه يسموها الضره، وقلت له مستحيل بعد هاد العشره كامل خدعتني وسامحتك وصرى اللي ما صرى وكل شيء فوتته لك، وراني نستنى في النهار اللي تجي وتاخذني من هاد الدار درك راك تقول لي تزوجت عليك، شكون هادي؟ وبقيت نعيط وفي حاله هستيريه. وفي هذاك النهار كان يتكلم معايا في لاكام في الواتساب، انا ما تخيلتش باللي راجلي راهو رايح يدير هاد الحاجه. هو الصدمه مع من كانت؟ كانت مع سلفتي اللي كنا في نفس ليطاج. هو انتقم من خوه عن طريق زوجته، تزوج بها مكرا فيه لانه كان حالف عليه لو كان يدخل للدار راهو رايح يقتله. وحتى شيخي وقال له نعطيك الحق، هذا شرفك ولازم عليك تغسل العار نتاعك. راجلي قعد هربان وتزوج مع هاد المرأة اللي كان طلقها راجلها وسكن معها في ولاية بعيدة كامل على الولاية نتاعنا، وإلى يومنا هذا حتى عجوزتي وما راهيش جايبة الخبر وين راهو، ولا حتى لا عنده دراري ولا لا. مرت 3 سنين على الحكاية، وفي هاد 3 سنين أنا درت إجراءات نتاع الطلاق وقلت لها لو كان يدير وش يدير، والله ما نعاود نولي له ولا نخزر فيه. ماما في الأول تعاطفت بزاف معايا وحنت عليا وقالت لي صح هادي ما راهيش حياة، ومادام خدعك مع سلفتك وش راكي راح تستناي منه. كما قلت لكم بابا دار اجراءات نتاع الطلاق وقال لي قعدي هنا معززه مكرمه، وانا ما يهمش عليا نشوفك تعاني ومريضه مع راجل كيما هذا. بصح المشكل في عجوزتي اللي كانت عارفه كامل حكايه الخيانه لكن بقات بعيده وجامي ولا جات صرحتني ولا صرحت ولدها الثاني، وكانت تقول ربي سهل عليهم. جازو هذه السنوات، واحد المره كان جا خطبني واحد مطلق ومراها زاد خطبني راجل مرتو ميتة. بزاف جوني عروض كيما هاك، بصح انا ولات عندي صدمة كبيرة من الزواج، مستحيل نعاود الزواج، اصلا راني عايشة في دارنا وحاجة ما راهي خاصتني. بصح وشنو الخرجة ما نخرجش كامل اباغ مع يما ولا مع خوتي ولا خوتي، لانه زوج منهم زادوا تزوجوا والحمد لله. راني فرحانة بزاف بزاف لانه تهنيت من هاد العبء اللي كان فوق ظهري، وراني رايحة نحكي لكم عليه واش صرا به. بعد مدة ولا يروح لدارهم بيان سور في غياب خوه لانه هو حالف عليه يقضي عليه. عجوزتي ولات دايما تقول له توحشتك علاش ما راكش تجي، رانا رايحين نديروا لك اوراق ونبعثوك خارج الوطن وتعيش تما مع خوك الاخر. بصح للاسف الشديد خوه اللي عايش في الخارج قال له ما نقدرش نتحمل مسؤوليتك لانك درت حاجه تعار وما نقدرش ابدا نساعدك، وهاد الحاجه اللي خلاته عايش كي الزوفري. تخيلوا الكران تاعو مرات يخلص له وضل يبعث لي في لي ميساج، وكي كرهته مليت من كامل الاخبار اللي ولا يبعثهم لي. قررت باش نبدل لابيس هكذا ونتهنى منه لانه قاعد يحاول ويحلل فيا ويطلب السماح، وقال لي الشهاده كنت درتو فوق قلبي لانه مرت خويا راهي حامل مني. تخيلوا تخيلوا بصمه العار اللي خلاها هذا الراجل. ايمن كان حب حياتي وكنت دايره امال وامال فيه، لكن خرج اصعب واحد وجامي تخيلت يدير هاد الحوايج. المهم قصتي اليوم حبيت نبارطاجيها معاكم، ان شاء الله تكون فيها عبره. وانا درك راني عاودت وليت امراه قويه بكل معنى الكلمه، راني نحارب وراني في هاد الدنيا ضد الكلام نتاع الناس اللي يقولوا وحده مطلقه ماشي مليحه ولا ما تسواش. نقولكم بلي ما تعرفوش الظروف الداخليه. هي صح امراه مطلقه دائما تكون منبوذه من طرف المجتمع اللي الكلام نتاعهم يكون قاسي عليها، وخاصه اللي تكون خدامه وعندها الاولاد يتهموها في شرفها الى اخره بلا ما نزيد نفسر لكم. نقول لك انتي لا راكي تسمعي فيا، كوني امراه قويه وديري دائما اللي رضي ربي سبحانه. وحبيت تانيك بالمناسبه نخاطب هادوك النساء اللي متزوجات وحاملات الذل بزاف بزاف. مانيش نحكي على اشياء بسيطه اللي لازم عليكم حتما تحمليها كيما الفقر يكون مريض، صوالح راكم تعرفوهم ماشي انا نفهمهم لكم. راني نهضر على الذل اللي كنت انا عشتو في داري. ندمت بزاف لانه ما طلقتش في الاول، وكنت قاعده على راي ماما اللي كانت دائما تقول لي الصبري وهذه دارك الى اخره. شوفوا البلاحيق وين وصلت. ان شاء الله ما نكونش طولت عليك يا اختي في الله، والناس كامل يدو قصتي عبر عليهم. وتانيك نشكرك بزاف ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح.